هودي دعوات جميلة، والاستقبال ده استقبال يسعدني ويشرفني والله. استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه، اللي هو اكيد طالع من قلبكم يعني ان شاء الله، حاجة تفرحني وتشرفني جدا. ويا رب يعني اختنا من المعصرة بتقول لي او من القرية بتقول لي انت اول مرة تنزل مني، ده صحيح. انا عايز اقول لك، وانا قلت الكلام ده في الـ يعني في سوهاج وفي المحافظات اللي انا بنزلها دلوقتي، يعني انا بتمنى ان انا انزل واشوف كل الناس، صدقوني يعني، لان انا بحب الناس، وانا كمان زي الناس زيكم كده. صحيح يعني مش في برج كبير ولا حاجة. هو أول رئيس يشكر بخاطر الصعيد ويبصر هنا. ربنا يكبر خاطرك أنت، ربنا يكبر خاطرك أنت. احنا مش هننسى يعني، اختي بتقول انا والدي شهيد، وانتوا قلتوا الاستقرار اللي حصل، الاستقرار اللي حصل ده تمنوا ولاد كتير من ولاد مصر وبنات كمان من بنات مصر، وانتوا شفتوا هنا في المنيا وفي كتير من محافظات مصر ازاي ان هم عملوا الفتنة عشان يخربوا بلادنا ويخلونا ان احنا نخش مع بعضنا في حاجة والبلد كلها تسعنا كلنا وتسعدنا 10 مرات. لكن اللي دفع الثمن في الاستقرار مش الإرادة بتاعتنا، لا، كل أسرة مصرية زي أختي اللي قدمت ابنها ومحدش شافها، يعني ما نعرفهاش، احنا عرفنا بس لو أنا اتشرف بيك ربنا، أنا اتشرف بيك. مهما كرمنا ما عملناش حاجة، ويديك العافية والصحة ويصبرك ويرضيك. أنا واحدة من المجتمع المدني وإيدي في الأرض زي ما بيقولوا. حياة كريمة ناجحة عندنا بطريقة حلوة جدا. التحالف الوطني عمل شغل جامد قوي في أرض الميدان. كمان برنامج فرصة اللي هيبدأ يتنفذ الفترة اللي جاية في المنيا، بصراحة يا ريس تسقيفة كبيرة للريس على البرامج الثلاثة دول. ونفسي